اذا كان، وده برضو يخلينا، اذا كان محمد عدويه ما طلعش زي احمد عدويه، لا ده لون وده لون طبعًا. وده طريقه وده طريقه. انا فاكر لما اتقابلنا من سنه ونص بحضور استاذ احمد فبقول له ما خليتوش يغني زيك، قال لي لا هو حر. هو حر ايوه لازم. لو في مقارنه مش هينفع اقارن نفسي باحمد عدويه ده، وهو ليه لون معين خلاص. وده برضه ذكاء منك ولا ايه؟ الحمد لله انه يعني انا خليني العب في حته تانية. انا قلت لك انا عشان انا مش هعرف اتحط من صغري ومن وانا صغير جدا، قبل ما اقابل الاستاذ ياسر حسنين قبل ما اقابل اي حد في الدنيا، انا كان نفسي اعمل مزيكا بطريقه معينه. وده اللي خلاني اعافر في الدنيا ان انا اوصل للحته دي، واوصل ان انا اعمل اللي كان نفسي في دماغي. كان ممكن اغني حاجات كتيره قوي بطريقه معينه، فاهم قصدي؟ وزي فلان وزي كده وزي ده وزي ده، بس انا ما لا حبيت يبقى ليا حته.